يستمر السباق بين شركات الأدوية في دول العالم المختلفة في إنتاج وتوزيع لقاحات كورونا، سباق خيم عليه مؤخرا بعض القلق نتيجة مخاوف بشأن لقاح أسترازينيكا البريطاني. في هذه الفقرة نعود مع الزميل كريستيان بيسري. كريستيان، تفاصيل أزمة لقاح أسترازينيكا، تأخير أيضا تسلمه في عدد من الدول الأوروبية يطرح أكثر من علامة استفهام. صحيح روبير، أزمة جديدة تطال الدول الأوروبية وتضرب خططها في توزيع اللقاحات على سكانها، وسبب هذه المرة بعض المخاوف التي تتعلق بسلامة لقاح أسترازينيكا. قبل أن نناقش هذا الموضوع نستعرض أولا أبرز اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا حتى الآن. بلدان عدة وشركات متنوعة سعت لإيجاد لقاح يقضي على فيروس كورونا، وبالفعل شهدت الفترة السابقة طرح أكثر من لقاح، البعض تم ترخيصه من قبل منظمة الصحة العالمية، فيما لا تزال لقاحات أخرى قيد الدراسة. فما هي هذه اللقاحات؟ آخر اللقاحات التي أعلنت منظمة الصحة العالمية الموافقة على استخدامه هو جونسون أند جونسون الأمريكي، والذي يعطى فقط بجرعة واحدة ويوفر اللقاح الحماية من الأعراض الشديدة بنسبة 85% بحسب الشركة المصنعة. وكان لقاح فايزر أول من حصل على موافقة المنظمة، والتي عملت شركتا فايزر الأمريكية وبايونتك الألمانية على تطويره. وبحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن مفعول اللقاح يبدأ بعد جرعته الأولى لتصل نسبة فعاليته إلى 95% بعد الجرعة الثانية، بعد 7 أيام تحديدا. ويعتبر لقاح موديرنا الأمريكي هو الآخر ثاني اللقاحات المعتمدة، ويتم إعطاء جرعتين منه مع توصيات محددة من المنظمة للأشخاص الذين لديهم حساسية، ويحقق هذا اللقاح نسبة فعالية 94.5%. أما اللقاح الذي تم تداول اسمه في كثير من المحطات فهو لقاح أسترازينيكا أوكسفورد البريطاني، والذي يعد أقل كلفة من حيث التخزين مقارنة بموديرنا وفايزر بايونتك، وتبلغ نسبة فعاليته 82.2%. من أهم القضايا المتعلقة بأسترازينيكا خلافه مع دول الاتحاد الأوروبي لعدم إيفائه بالتزامه بتوفير عدد محدد من الجرعات في مواعيد محددة. كما ألغت أيضا الحكومة التايلاندية خططا لتلقي اللقاح بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية في 3 دول أوروبية. وعلى الرغم من ذكر الكثير من الأرقام حول نسبة فعالية اللقاحات، تظهر اختلافات بالنسبة المعلنة بحسب الجهة التي أصدرت. كما أن لقاحات أخرى على غرار سينوفارم الصيني وسبوتنيك الروسي أخذت بالانتشار في عدد كبير من الدول وحققت نتائج مرضية بحسب اختبارات ودراسات متداولة في معظم تلك الدول. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن مستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كامبريدج للاستشارات الدوائية الدكتور بلال زعيتر. أهلا بك دكتور بلال، أبدأ معك من الجدل الذي يحدثه الآن لقاح أسترازينيكا بسبب تسببه بجلطات، هذا ما تحدثت به 3 دول أوروبية، ما حقيقة آثاره السلبية؟ طبعا هذا الأمر هو إجراء احترازي بحث، هناك حديث عن جلطات أصيب بها بعض من تلقوا اللقاح، فهذا الإجراء من قبيل تعليق استخدامه هو إجراء بهدف التحقق. هناك نسبة طبيعية من الناس الذين يصابون بجلطات يوميا، عددهم بالملايين حول العالم، وقد يصدف أن بعض هؤلاء أن يكونوا قد تلقوا اللقاح، فهنا دور السلطات أن تتأكد. هذا الأمر يجب أن يزيد الجمهور أو المتلقي العادي اطمئنانا أنه أي ادعاءات مهما كانت صغيرة ومهما كانت الأعداد قليلة، فيجب السلطات عليها أن تتحقق بكل شفافية وبكل وضوح وأمام الجميع. دعينا لا ننسى أن لقاح فايزر على سبيل المثال منذ حوالي 2 شهر
تعرض لبعض الادعاءات في النرويج الدولة الاسكندنافية، وتم تعليق استخدامه لمدة أسبوعين، ريثما تحققت السلطات في النرويجية من عدم ارتباط الوفيات باللقاح ثم أعيد استخدامه. وهذا الشيء ينطبق على لقاح أسترازينيكا. عندما أقول يعني هل هناك دكتور هناك دوافع سياسية مثلا إطلاق ربما شائعات مماثلة أو تضخيم أحداث مماثلة لضرب شركة معينة؟ طبعا في أزمة كورونا رأينا اختلاط الكثير من السياسة بالطب بالعلم، فهذا الشيء أنا لا أستطيع الجزم قول أنه ليس موجودا. ولكن لقاح أسترازينيكا دار عليه جدل كبير، أولا عندما اندلعت حرب اللقاحات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عندما قررت شركة أسترازينيكا تقليص تسليم الكميات إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2021، دار حوله لغط كبير. رأينا منذ فترة قيام السلطات الإيطالية على سبيل المثال بحظر تصدير بعض الكميات من باب أنه طالما هناك نقص في السوق المحلي فهناك تم عملية منع للتصدير. فهذا اللقاح حقيقة كان الجميع ينظر إليه بترقب كبير لعدة أسباب. أولا رخص ثمنه ويعتبر الأرخص على الأطلاق، ثانيا سهولة تخزينه، والنقطة الأهم هو سهولة الإنتاجه بكميات كبيرة وبجرعات تصل إلى حوالي 1 مليار جرعة في عام 2021. فهذا اللقاح كان عليه الكثير من الترقب في الأوساط، فاللغط عليه ولغط جزء منه سياسي يتعلق حول حروب اللقاحات بين الدول، وجزء منه طبي طبعا. إذا كان يعني تحدث عن سهولة التصنيع، لماذا يعني يقول الاتحاد الأوروبي أو يتهمه بعدم الإيفاء بتعهداته وإصدار الأعداد أو تسليم الأعداد المعينة من اللقاحات في الأوقات المحددة؟ طبعا هناك فجوة كبيرة جدا ما بين العرض والطلب، وانتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا أسهم بزيادة الأعداد بنسبة كبيرة، بحيث أنه أصبح هناك ضغط كبير جدا على اللقاحات. في حرب اللقاحات التي شهدناها بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول لقاح أسترازينيكا، كان مردها إيفاء أسترازينيكا بتعهداتها للسلطات البريطانية بتسليم الجرعات التي تم تصنيعها أصلا داخل دول الاتحاد الأوروبي. أسترازينيكا مع أنها شركة بريطانية إلا أن أغلب مصانعها تقع خارج بريطانيا ومن ضمنها في القارة الأوروبية. فالجدل الذي تم هو حول لماذا أوفت أسترازينيكا بتعهداتها تجاه الحكومة البريطانية بينما أخرت الجرعات المتفق عليها للاتحاد الأوروبي متذرعة بصعوبات إنتاجية. طبعا رأينا هذا الشيء، حروب اللقاحات ويوم لك ويوم عليك. إيطاليا وهي دولة في الاتحاد الأوروبي قامت بحظر تصدير اللقاحات، بينما اليوم يشتكي الاتحاد الأوروبي من عدم إيفاء بعض الدول أو بعض الشركات بحصصها. دكتور، عندما يعني يظهر لقاح معين بأنه يسبب مثل أسترازينيكا سبب جلطات بدول كما قالت الدول الأوروبية، هل يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تعلق استخدامه؟ طبعا منظمة الصحة العالمية كان لها رأي واضح، هي أصدرت في الأمس بيانا يشير بثقتها الكاملة بسلامة لقاح أسترازينيكا، وأن الإيجابيات المتحققة من استخدامه هي أعلى بكثير من السلبيات. هذا أمر روتيني احترازي يتم التحقيق في الوفيات، هذا التعليق هو لفترة مؤقتة فقط ريثما يتم التحقق، كما حدث مع لقاح فايزر في النرويج قبل نحو شهرين. فبالتالي هذا الأمر هو طبيعي ووارد جدا، سيتم التحقق، سيتم نشر النتائج بشفافية. لغاية الآن عدد قليل جدا من الدول هي التي علقت استخدام اللقاح، وهذا هو تعليق وليس سحب. فبالتالي موضوع الاطمئنان تجاه لقاح أكسفورد أسترازينيكا ما زال سائدا في الأوساط، سواء في منظمة الصحة العالمية أو في المملكة المتحدة أو في العديد من الدول. هذا الموضوع من المفروض أن يزيد ثقة المستهلك أو يزيد ثقة الجمهور العادي أن
أنه لا يتم غض النظر عن أي شيء من قبل السلطات التنظيمية، سيتم التحقق. وهناك قاعدة تقول أن ترافق حدثين لا يعنيها السببية. هل يمكن إعادة النظر ببعض اللقاحات بعدد الجرعات التي يجب أخذها؟ يعني رأينا بأنه ظهرت دراسات تقول بأنه من كان مصاب بفيروس كورونا يمكن أن يكتفي بجرعة واحدة، هل يمكن فعلا ذلك؟ طبعا بالتأكيد مع الوقت سيكون لدينا نتائج سريرية أكثر، وربما نتمكن من تقليص عدد الجرعات. هنا في المملكة المتحدة قامت السلطات بتوسيع الفارق ما بين الجرعتين إلى نحو 12 أسبوعا. طبعا السلطات البريطانية كان لها آراؤها العلمية مخالفة لإرشادات الشركات الصانعة، ولكن على أرض الواقع والآن بعد تلقيح نحو 22 مليون شخص هنا في المملكة المتحدة بجرعة واحدة فقط من اللقاحات المصممة أصلا بحيث يكون لها جرعتين بفارق أسبوعين أو 3 أسابيع، هم وسعوا الفارق بحيث أصبح 12 أسبوعا. الآن يوجد لدينا انخفاض يصل إلى 90% في عدد إدخالات العناية الحثيثة للفئة العمرية التي فوق عمر 65. فبالتالي النتائج الموجودة لدينا تصب حاليا في اتجاه أنه من الممكن أن نكتفي بجرعة واحدة في ظل ندرة عدد اللقاحات، وقد يكون هذا هو الحل أمام العديد من الدول لتلقيح عدد أكبر من الناس وتوفير الحماية. وهناك نظرية يستند عليها البريطانيون تقول أن أعطي نصف حماية لعدد كبير من الناس أفضل من أن أعطي حماية كاملة لنصف العدد. فهذه هي آراء بحاجة إلى مزيد من الوقت ومزيد من الدراسات لكي تثبت صحتها، مع أن الدراسات التي نشرت في بريطانيا تشير بصحة هذه النظرية. شكرا جزيلا لك دكتور بلال زعيتر، مستشار في علم الأدوية واللقاحات في شركة كامبريدج للاستشارات الدوائية، شكرا لك. إذن روبير، ورغم المخاوف التي تحيط ببيع اللقاحات المضادة لكورونا، إلا أن اللقاح يبقى هو السبيل الوحيد في الوقت الراهن للحماية ضد الفيروس. كما تابعنا معك كريستيانو ومع ضيفك، ربما هناك أيضا حرب لقاحات، وعلى مختلف دول العالم أن تعي أن هذه هي الحقيقة اليوم، تأمين اللقاحات لمختلف الدول من الشركات المنتجة، وفي أن تسعى هذه الشركات لحل هذه المشكلات التي تتعلق ربما بطبيعة اللقاحات أو حتى بالترويج لها لتهدئة مخاوف الدول وأيضا الشعوب. شكرا كريستيانو.